الحمد لله، نحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانه لم يخلق الخلق لوحشة، ولا استعملهم لمنفعة، ولا يضره من عصاه، ولا ينفعه من أطاعه. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعباد عباده، وهو الله الرؤوف الرحيم. أظهر الجميل وستر القبيح، لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، عظيم العفو حسن التجاوز، باسط اليدين بالرحمة، واسع المغفرة، صاحب كل نجوى، منتهى كل شكوى، كريم الصفح، عظيم المن، مبدئ النعم قبل استحقاقها، هو الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وهو الذي أضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، وهو الذي عليه النشأة الأخرى، لا إله إلا هو رب كل شيء ومليكه، سبحانه جل جلاله، لا ند له ولا ضد، تبارك وتعالى عما تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله أجمعين، ورسول رب العالمين، نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور، نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قام بقدمه الشريف حتى تفطر، نبي رجفت هيبته قلوب الجبابرة، وإنه ليخافه ملك بني الأصفر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال ربنا جل جلاله عما نواله ولا إله غيره: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقال نبينا عليه الصلاة وأزكى السلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار أيها الإخوة الكرام أولاً وقبل كل شيء أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واعلموا رحمكم الله أن حقيقة عبودية العبد لربه جل جلاله لا تتم حتى يتذكر في نفسه المبدأ والمنتهى كيف كانت بدايتك وإلى أي شيء تنتهي نهايتك أما الحالة الوسطية التي يعيشها الإنسان أعيشها أنا المتكلم أمامكم وتعيشها أنت أيها السامع والناظر لي هذه الحالة الوسطية تنسيك ما قبل وما بعد حالتك هذه التي أنت عليها الآن أنستك بدايتك ضعفك مسكنتك فقرك إلى ربك ومولاك حين لم تكن شيئا مذكورا حين توجهت إليه إليك رحمة ربك ومشيئته أن توجد في هذا العالم وأن تصطفى من بين كثيرين من الخلائق أن تكون بشرا سويا فسبحان من خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أيها السامع لكلامي الجالس في هذا المكان مر بي وبك فترة من الزمن ما كنا شيئا ولا كنا نذكر أصلا ثم كنا يوما من الأيام نطفة من ماء مهين علقة دما متجمدا عالقا في جدار رحم أمك نعم مهما يكن أمرك الآن ومهما اعتلت رتبتك ومهما توصلت إلى منصب ومهما جمعت من مال ومهما كان لك من جاه وسلطان فقد كنت علقة يوما من الأيام مجهولا متعلقا في غياهب ظلمات رحم أمك الناس يذهبون ويأتون وما أنت إلا علقة فمن الذي حفظك من الذي رعاك من الذي حولك من تلك العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى عظامك وكسى العظام لحما وكسى اللحم جلدا وشق سمعك وبصرك ووهب لك الحياة وأنت هناك والحي يحتاج إلى طعام فما وكلك إلى الآخرين بل ربط بين سرتك وأمعاء أمك قوتك يأتيك من عند الله عز وجل أمك تأكل ما تشاء ثم يحول منه قسم لك بعد معالجته وطبخه وتكوينه لقوت يليق بك فظللت فترة من الزمن هذا قوتك فانظر إلى ضعفك ومسكنتك وفقرك إلى ربك ومولاك يسر لك السبيل بعد أن تمت مدتك في بطن أمك وسهل لك الطريق فخرجت من بطن أمك إلى هذا العالم الفسيح أضعف ما تكون من خلق الله ولولا لطف ربك وإحسانك لما كان السبيل ميسرا ولذلك تحبب إليك مولاك وربك جل جلاله حين قال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره
ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ألا تروا أن الله خاطبك بمبدئك ومنتهك؟ نعم، نطفة ثم السبيل يسرك فخرجت من بطن أمك. ولا تنسى أنك حين خرجت من بطن أمك كنت أضعف ما تكون من خلق الله. الشاة عند ولادتها أقدر منك على حياتها، فخرجت من بطن أمك لا أسنان لك، تأكل به طعام الكبار كاللحم والرز والخبز والطماطم والخيار. فعلم الله ضعفك فأخرج لك من ثدي أمك لبنا من صنعه وحده لا شريك له. نعم، وعلمك كيفية الرضاعة. ولو اجتمعت الخلائق ليعلموك ما استطاعوا إليك إلى ذلك سبيلا، إذ كنت أجهل خلق الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا تعلمون شيئا، البتة واستعملت نكرتها هنها هنا لتعم جميع جنس المعلومات. والعجيب أن كاف الخطاب شمل الكل حتى المنزل عليه كتاب رب العالمين، رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو أعقل الناس وأفهم الناس وأعلم الناس. كاف الخطاب شامل له. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل أنت شاكر لربك؟ نعم نعم أيها الإنسان، لن يكتمل إيمانك، لن تذوق حلاوة الإيمان حتى تحب ربك أكثر من أي شيء. وكيف لا تحب ربك الذي رباك من الصغر، كساك من العري، أطعمك من الجوع، عافاك من المرض؟ كم من مرض اعتراك وأنت جنين في بطن أمك، ولولا لطف الله لمت فيه. كم كان لطف ربك حين علمك كيفية الرضاعة، جعل لك لسانا وشفتين. أما اللسان فهو يمص حلمة ثدي، تمص به حلمة ثدي أمك، وأما الشفتان فيستمسكان لك المكان حتى لا يذهب عنك اللبن يمينا وشمالا. ولولا جعل الله هذا لما تمكن. ولذلك نسيت فذكرني ربك وربك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وجاء في بعض تفاسير أهل العلم منسوبا إلى سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: النجدين أي الثديين هو الذي هداك وليس غيره سبحانه جل جلاله. فانظر إلى ضعفك، زحفت بصدرك، حبوت بأربع، قمت فوقعت، مشيت فعثرت، لا يغرنك قوتك، لا تعجبن بحالك، لا تنظرن إلى مالك، لا تنظر إلى أمرك الآن وأنت رجل كبير، ولربما كان لك أهل وأولاد تأمر وتنهى وتفعل وتقطع وتفعل وتفعل. لا، ارجع إلى ذاكرتك وإلى ما كنت عليه من ضعفك وإلى فقرك إلى مولاك وسيدك، وما زلت فقيرا إلى ربك لو كنت عقلت. فمن أولى بالمحبة منك لربك لا إله إلا هو. ألا فأحب الله لما يغضيكم من نعمه. ومن العجيب أنه توكل وتكفل برزقك ولم يوكلك إلى أحد أبدا. نعم، رزقك وأنت جنين في بطن أمك، ورزقك حين خرجت من بطن أمك أهل البيت في يومهم لم يصنعوا لك طعاما يصلح لك، فأعطاك طعاما ألا وهو هذا اللبن، هو غذاؤك وهو شرابك وهو دواؤك. رباك رب العالمين حتى إذا كبرت
واستغنيت عن لبن أمك أنبت لك الأسنان. نعم، تلك هي الربوبية، يعطيك بربوبيته حاجتك في وقتها. لو أنه أعطاك الأسنان أول ما ولدت لكان ضررا لأمك ولما استنفعت بها شيئا، فأجلها إلى وقت حاجتك واستغنائك من لبن أمك. فجاءت الأسنان، منها الثنايا لقطع ما تشتهي، ومنها الألياب لكسر ما تريد، ومنها الأضراس لمضغ الطعام. ثم من الذي أعطاك الطعام؟ الله وليس غيره. حبة من رز أو من حنطة أو من شعير لو اجتمعت لها الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليصنعوه، والله لا يمكنهم. ذاك خطاب ربنا إلينا جل جلاله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. تحدي من رب العالمين إلى يوم الدين. مهما وصلتم ومهما صنعتم ومهما تفننتم ووصلتم من التكنولوجيا والتقدم، ورقة واحدة من شجرة لا يمكنكم صناعتها فضلا عن ثمرها. فالذي أطعمك هو الله، الذي جعل رزقك طيبا هو الله. وكم من آية بين لك في كتابه أنه رزقك من الطيبات. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ورزقكم من الطيبات. لن تعرف هذا حتى تتفكر وتتأمل الفرق بين طعامك وطعام البقر والغنم والإبل. أو تعلم أن تلك البهائم تأكل الشوك؟ الشوك، أتعرف الشوك؟ الصومالي قرح، ها تعرفون؟ ما رأيك لو كان غداؤك اليوم صحنا من شوك من قرح، أكنت تأكله؟ نعم، ربك الذي أعطاك الطيبات من الرزق اختار لك من أفضل أنواع المأكولات فأطعمها لك أيها الإنسان وجعلها لك طعاما. ذلك رب العالمين، ربي ورب كل شيء المليك. فمن أولى بالمحبة منه؟ فأحب الله. ومن الذي عرفنا بالله؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فليكن الحب الثاني لرسول الله، لخير خلق الله، لمن جمع الله له كمال الخلق والخلق. فلم يكن هناك وجه أجمل منه ولا أنور في العالم. صلوات ربي وسلامه عليه، خير خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين. اصطفاه الله واختاره ومدحه وأثنى عليه في كتابه، وقال في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليه. تصدى الله للدفاع عنه. قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وقال للناس: إني رسول الله. فكذبوه وقالوا: لست مرسلا. فما أتى النفي إلا بالقسم. أقسم الله: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقالوا إنه مجنون. فأبى الله إلا أن يقسم: بسم الله الرحمن الرحيم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقالوا إنه ضال ضل عن الطريق فأبى الله إلا أن يقسم. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقالوا إن ربه قد ودعه ودعه وتركه وقلاه وأبغضه فأبى الله إلا أن يقسم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى قام من القيام الطويل فتفطرت قدماه وشق على نفسه حبا لمولاه وسيده فأبى الله إلا أن يخفف عنه. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، أحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أوصلنا وما وصلنا إلى ما نحن عليه إلا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم. كم أحب أمته وكم سعى للتخفيف عنها في كل شيء، فرفع عنها كل حرج ودعاها إلى كل تيسير، وقال مخاطبا لنا جميعا: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن كنت تحب الله وتحب رسوله فأحب من جمعك بينك وبينه حب الله وحب رسوله، ألا وهو المؤمن. أحب المؤمن لا لأنه يقترب إليك بقرابة، يمت إليك بصلة قرابة أو ببلدة أو بجنس أو بلون، وإنما تحبه لله. هذا من مذاق حلاوة الإيمان، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. علامة حبك للمرء لله عز وجل ألا يتغير بالزمن ولا يتغير بالحال، فتبقى معه هكذا حتى تفترق بحب الله، فيجمعكم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن كان هذا حاله فلا جرم أنه يكره الكفر الذي هو ضد كل ما ذكر، لأن الكفر مقتضاه أن تكفر بالله والعياذ بالله، ربك الذي أنعم عليك وأعطاك كل شيء. الكفر من شأنه أن يكفر برسول الله خير خلق الله الذي ببركة دعائه بقيت الأرض والسماوات الآن، وإلا لأهلك الله العالم كله. إنه تضرع إلى الله تعالى ألا يعم أمته بعذاب فقبل الله منه ذلك، ولولا غير ذلك لكنا كالأولين ممن أفك بهم وممن خسفوا وممن أغرقوا وممن فعل بهم، لأنه قد فعل في هذا الزمن في زمن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الأولون. نعم أيها الإخوة الكرام، لذلك المؤمن يكره الكفر ويكره طريق الكفر. وها هنا لبس ينبغي أن يفرق بينهما، لا ليس من بمقتضى أن تكره الكفر كرهك للشخص وكره الخير له، لا، بل تكره الكفر وتكره الجحد وتكره العمل الذي يؤدي إلى الكفر وتكره طريق الكفر. أما الكفار فهم بشر، وهم وأنت إخوة من حيث الأب والأم، فكن لهم كما كان الأنبياء. الأنبياء كانوا ناصحين للكفار، كل نبي قال: ونصحت لكم وأنا لكم ناصح أمين. ما معنى النصح؟ النصح أن تحب الخير للمنصوح له. فأحب للكافر أن يسلم،
وأحب له أن ينعم، وأحب له أن يشتريك معك في الجنة عند رب العالمين. نعم، هذا هو اللبس الذي يأتي عند بعض الناس، إنك تكره الكفر لكفره، لا تكره الإنسان لإنسانيته، لا، بل تجتهد عليه لصلاحه ولإسلامه ولكي يكون أخا لك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين دخل عمير بن وهب رضي الله عنه المسجد في المدينة المنورة بعد غزوة بدر، قاصدا من مكة إلى المدينة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفه معلق في عنقه، رآه عمر بن الخطاب فقال: هذا الكلب عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر، فأمسك بحمالته وبسيفه حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما كان من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له الغيب الذي أوحى الله إليه وأنه قصد لقتله، أسلم عمير بن وهب في وقته. المقصود من هذا الكلام، قال سيدنا عمر رضي الله عنه فيما بعد: لخنزير أحب إلي من عمير بن وهب حين دخل المسجد في أوله، وهو الآن أحب إلي من بعض بني، أي من بعض أولادي. نعم، إنها الأخوة في الله، إنها المحبة في الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لحب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وكره الكفر والكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأحرضكم أيها المسلمون، وأخص بالذكر إخواننا الذين هاجروا من بلاد الصومال. إن الله اصطفاكم واختاركم للدين، فما من واحد منكم إلا وهو مسلم أبا عن جد إلى جده الخمسين، ربما أنعم الله عليكم بنعمة الإيمان والإسلام من غير طلب منكم، هذا كرم من الله ورحمة منه وإحسان. حاول الاستعمار حين استعمر بلاد المسلمين ومنها بلاد الصومال، حاول أن ينشئ فيها، ولا شك حاول أن ينشئ فيها أجيالا يتدين بغير دين الإسلام، فأخزأهم الله وأخزاهم وما نجحوا. والحمد لله أولا، والشكر يرجع أيضا لعلمائنا وللأئمة في ذلك الزمان الذين قاموا بمناهضة، نعم، والدفاع عن الإسلام والمسلمين. إنكم الآن انتشرتم في مشارق الأرض ومغاربها، والله تعالى فرقكم، ولربما ما من واحد منا إلا وأسرته في أقطار العالم كله. هذه حكمة من الله، وخصوصا أنتم في هذه البلاد تعيشون بين ظهراني أقوام لا يؤمنون بربهم. مسؤولية الدعوة إلى الله عليك أيها المسلم، اختارك الله واصطفاك، أتى بك إلى هذه البلاد، أقل ما في الأمر أن تحمل هذا الهم. لا ترى غير المسلم يمشي وأنت تعلم أن مصيره إلى النار وتكون مطمئن البال، أقل ما في الأمر دعاؤك، بكاؤك، تضرعك لمولاك وسيدك أن يسهل لك طريقا تكون به سببا لهداية هؤلاء
ودعوتهم إلى دين الله عز وجل. والله الناس في مشارق الأرض ومغاربها أحوج إلى دين الله الحق من حاجتهم للماء وللهواء، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون. فجعلك أنت عالما، نعم أنت تعلم لا إله إلا الله، ما من مسلم إلا وهو يقول لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تحملت هذه الكلمة فبلغها للآخرين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى مشارق الأرض ومغاربها. واعلموا أنه لا يوجد عمل أحب إلى الله من الدعوة إليه، ولو كان ثم عمل أحب إلى الله من الدعوة لأشغل به أنبياءه ومن اصطفاه من خلقه. فشغل الأنبياء كان الدعوة إلى الله عز وجل. وقد قال الله في كتابه كلمة جامعة شملت كل شيء، نعم، وفضل بها الداعي عن كل عمل، إذ قال جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكن داعي إلى الله بجميع أنواع الدعوة إلى الله. ما بينك وبين إخوتك في الإسلام دعوة، تدعوهم إلى العبادة وإلى الصلاة وإلى التوبة، خاصة الإخوة المقصرين في المعاصي والذنوب. لا ينفردن أهل المساجد بمسجدهم، فليزوروا غيرهم ممن لا يأتي إلى المسجد وليدعوهم إلى المساجد. وعليك أيضا دعوة غير المسلمين باللين والحكمة وبالخلق الطيبة، خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، التي لا جرم أنها تفضي إلى هداية الناس وإلى دخولهم في دين الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. صلوا وسلموا على الرسول الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن السادة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف كل مريض منا ومريضة، اشف مرضى المسلمين، عاف المبتلين، اكشف الضر عن المكروبين، ارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم أهل القبور من إخواننا المسلمين، ولا تفتنا بعدهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح العبادة والبلاد يا رب العالمين. اللهم افتح باب التوبة للمسلمين، وافتح باب الهداية لغير المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم